بسم الله الرحمن الرحيم. الريت لو أو قانون الريت expresses the relationship of the rate of a reaction to the rate constant and the concentrations of the reactants raised to شنو to some powers. يعني شلون؟ هذا هو الريت لو، راح يصف العلاقة بين الريت وبين الريت كونستنت وبين الكونسنتريشنز ملوت منو؟ ملوت الرياكتنتس. مالنا شغل بالبرودكتس، انتبه عاد هني. اي في فرق بين هذا الفيديو والفيديو اللي قبله، فما رح ناخذ الا الرياكتنتس. وغير هذا الرياكتنتس مرفوعين الى باورز. هل هذه الباورز هي نفسها هذيل؟ لا، مو هي، غير. زين، شنو الباورز هذه؟ الباورز قال لك اسمها الاوردر اوف ذا رياكشن. خلاص، وشنو الاوردر اوف ذا رياكشن؟ راح ناخذه بعد شوي. فاحنا نقول ان الاي هذا له الاوردر اكس، والبي له الاوردر واي، والاوردر مال الرياكشن كله از اكس زائد واي نجمعهم. يعني اقدر اسمي الرياكشن اوردر the sum of powers to which powers، طبعا يعني الاسس، to which all reactant concentrations appearing in the rate law are raised. الاسس اللي مرفوع لها التراكيز المتفاعلات في هذا القانون اللي هو الريت لو. انزين، شلون نعرف هالاسس هذه؟ قال لك ما نقدر نحددها استنتاجا، وانما نقدر نحددها بالاكسبيرمنت. لازم اسوي اكسبيرمنت عشان اطلع الاكس واطلع الواي اللي هي الاسس. معناته أنا عشان أطلعها لازم أسوي تجربة وأشوف تأثير تركيز المتفاعلات بالنسبة حق سرعة التفاعل. يعني بستوب واتش وأحط متفاعلات يا بعض وأشوف كل ما زودت التركيز إيش كثر يأخذ التفاعل. بس دائما يا جماعة الخير، إذا بنسوي هالتجربة we measure the initial rates. initial يعني ابتدائي، يعني اللي نبدأ فيه. خلاص، يعني ما ننطر التفاعل لين يوصل بالنص بعدين نبدأ نحسب. ليش؟ قال لك لأن أنت كل ما تمشي، شوف هذه الـ Y، قال لك as the reaction proceeds، لما يمشي التفاعل التركيز مال الـ A decreases، يقل، and it is difficult to measure its change. يصير صعب أن أنا أميز إش كثر قاعد يقل. يعني أول ما أبدأ التفاعل يكون تركيز عالي، فلما يبدأ ينقص يبين وياي عدل، لكن في نص التفاعل أبدأ أضيع خلاص. تمام، فلازم أنا شو أسوي؟ دائما أسوي الميجرينج حق الـ initial rates. السبب الثاني اللي خليني استخدم الانيشال ريتس اني اول ما ابدا التفاعل على طول ابدا احسب الوقت واشوف شنو تاثير التركيز على سرعه التفاعل، ان there might be a reversible reaction. صح، احيانا يكون في تفاعلات عكسيه، فانا اول ما ابدا التفاعل راح يكون ماشي سريع كذي، بعدين بعد فتره راح يبدا ماشي سريع وراد، فتصير عندي فوضى، ما اقدر احسب تاثير التركيز على التفاعل لأن قاعد يرجع التفاعل علي، قاعد يعطيني نتائج مغلوطة. فدائما استخدم الانيشال ريتس حق هالسببين. remember that، هذه الفقرة فيها أخطاء يقعون فيها الطلبة. أول شيء أن الريت لوز always determined experimentally. ما أقدر أنا استنتج الريت لو إلا إذا سويت تجربة، أما نظريا كذي ما أقدر استنتجه. شيء ثاني أن الرياكشن أوردر اللي تو نتكلم عنه الأكس والواي always defined in the terms of reactants concentrations. يعني أنا دائما أتكلم عن تراكيز المتفاعلات هي اللي تحدد لي الريت أوردر، ما لي شغل بالبرودكتس، ما لي شغل بالبرودكتس. إنزين، شيء ثالث، the order of reactant is not related to the stoichiometric coefficient اللي حطيناه قبل شوي. قلنا A زائد B B، قلنا الأكس والواي ما لهم علاقة بالكوفيشنت بالمعامل، ما لهم شغل كلش لأن احنا نطلعهم أصلا experimentally. خلاص، الشغلة اللي وراها أن reaction order enables us to understand how the reaction depends on reactant concentrations. إنزين، هني يقول لي what is the rate law of the following reaction، وعطاني reaction. هل تشوفونه؟ أنا اللي يهمني في الريت لو هم المتفاعلات، فراح أقول أن الريت لو يساوي K اللي ما أعرفها في تركيز المتفاعل الأول في تركيز المتفاعل الثاني
وكل واحد فيهم مرفوع إلى أس أنا ما أعرفه X و Y. زين شلون أعرف الأكس والواي هذيلا شنو هما؟ لازم أسوي تجربة. قال لك كاه الريال سوى تجربة كاهي. شنو هذا؟ قال لك هذيلا ثلاث محاولات. زين حطينا المتفاعلات مع بعض، فاعلناهم ثلاث مرات. المرة الأولى خذينا هالتركيز من هذا وهالتركيز من هذا، وكانت ويانا السرعة كذي. بعدين ثبتنا تركيز هذا مثل ما هما غيرنا، وزودنا تركيز الثاني وزادت السرعة. وبعدين المرة الثالثة زودنا تركيز الأول وثبتنا تركيز الثاني نفس ما كان أول مرة، وهم زادت السرعة. يلا الحين تعال حسب لي، أقولك سهالات. شوف أخوي، امسك الأول، أنا بحسب الأكس الحين، بس الأكس، خلي الواي يولي، أبي بس الأكس. دام أني بحدد الأكس راح أخذ التجربتين اللي تغير فيهم تركيز المتفاعل مال الأكس اللي هو الـF2، تمام؟ ولاحظ أن هذا إيش صار فيه؟ انضرب باثنين عدل. انزين نفس التجربتين ما اخذ شيء ثاني، هني هذا ثابت. زين والسرعه ايش صار فيها؟ لاحظ ان السرعه ايضا انضربت باثنين. اسوي الحين علاقه اسيه بين هالرقمين، يعني اقول التركيز، انتبه وياي، التركيز ناخذه اول شيء، التركيز انضرب باثنين صح، فاكتب الاثنين أس أكس، حلو، اللي هي الأكس هذه صاحبتي ما غيرها، تساوي الناتج اللي طلع كم؟ اثنين من غير أسس. إنزين اثنين أس كم يعطيني اثنين؟ اثنين أس واحد عدل، لأن أي شيء أس واحد يساوي نفسه، معناتها الأكس هني في هذه الحالة تساوي شنو؟ واحد. عرفنا الأكس. تعال خلينا نشوف الواي. الواي شلون بنحلها؟ بنفس الطريقة، أشوف هذا الحبيب أبي تجربة تغير فيها، راح نقول كاهي هذه. لما تغير الكونسنتريشن ماله، طبعا لاحظ مع ثبات هذا، ها هذا ثابت، لما تغير الكونسنتريشن ماله انضرب بكم؟ بأربعة، فهذا ضرب أربعة. إنزين السرعة هني كم زادت من هني لهني؟ من 1.2 ل 4.8، تقسمهم على بعض 4.8 تقسيم 1.2 يطلع شنو؟ أربعة. تعال نسوي بينهم علاقة أسية، راح يكون نفس الطريقة، التركيز أس واي يساوي أربعة. شلون كتبت واي أنا مرة ثانية؟ أربعة يا حجي، هذه أربعة كذي، شكرا الله. المهم أربعة والناتج أربعة، معناته الواي أيضا راح تساوي واحد، لأن أربعة أس واحد تساوي أربعة. إذن هني الناتج الآر راح تكون كي الأف تو أس واحد، ما راح نكتبه لأنه أس واحد، والCLO2 أيضا أس واحد فما راح نكتبه، وهذا هو الريت لو. هذه مسألة ثانية بنفس الطريقة. شوفوا ياي المتفاعلات هذيل الحبايب، نبي نشوف شنو تأثيرهم، نبي نطلع الريت لو نفس اللي سويناه قبل شوي. فراح أمسك أول واحدة، تلاحظ أن هني تغيروا من 5 إلى 10، يعني انضربت باثنين. يصير أستخدمها؟ لا ما يصير أستخدمها. ليش ما يصير تستخدمها؟ لأن الحبيب هذا تغير بعد، يعني لازم نختار واحدة هذا، هذه التغير لكن هذه ثابتة. شون يعني؟ يعني أسوي كذي، لاحظ هذه 5 انضربت باثنين صارت 10، وهذه ثابتة ما تحركت، واضح؟ زين واضح، فانضربت باثنين صارت 10. نشوف المقارنة بين هذيل الثنتين، نقسم 5 على 1.3 طلع 3.8 تقريبا، يعني تقريبا 4، دائما اخليها عدد صحيح، تقريبا 4. انزين معناته هني يا جماعة الخير، انا قاعد اتكلم عن الاكس، لو قلنا هذه لها الاكس وهذه لها الواي، معناته الاكس راح تساوي شنو؟ راح اقول التركيز اس اكس اعطاني 4. كم اس 2 اس كم يعطيني 4؟ 2 اس 2 صح، 2 تربيع تعطيني 4، اذا اكس تساوي 2. فعرفنا قيمه الاكس. زين والثانيه شلون نحلها؟ راح ادور انا مكان تغيرت فيه قيمه التركيز الهيدروجين، بس هذا ثابت، راح اختار هالثنتين. ليش؟ لان هني تلاحظ ان هذه ما تغيرت، فراح اقول 2 صارت 4 معناته انضربت باثنين، وهذه 5 انضربت أيضا باثنين، معناته 2 أس واي
عطتني 2 إذن أكيد الواي تساوي 1 معناته الأكس باثنين والواي بواحد أكتب الريت لو الآر تساوي كي في تركيز لأن أو حيث أن الأكس تساوي 2 تربيع في تركيز لأج 2 حيث أن الواي تساوي 1 ما راح نحطها. إنزين أستاذ لو طلع عندنا الواي يساوي 0 أي شيء الصفر يساوي 1 فراح تنشطب الأج 2 بكبرها. في الجزء الثاني من السؤال يبي الريت كونستنت يبي نحسب الكي. نعرف نحسب الكي؟ إيه نعرف نحسب الكي دام إحنا عندنا الريت لو موجود وعندنا تجربة واحدة من هالثلاث أي واحدة منهم معناته أقدر أحسب الكي. شلون أحسب الكي؟ أعوض بالأرقام اللي بالتجربة. صعبة؟ تعال شوفوا ياي قانوني أنا مطلعة قايل إن الآر تساوي كي في إن أو تربيع في H2 معناته الK راح تساوي شنو R تقسيم الNO تربيع في H2. عندك اعتراض على هالكلام؟ امسك اي تجربة تجربة واحدة بس مو تمسك لي ثلاثتهم ولا تنقي واحد هني واحد هني واحد هني. لا امسك واحدة بس. فأنا راح امسك الأولى وراح اغطي الثنتين الباجين عشان ما تقولوا لي ما خذيت المعلومات. في الأولى الآر تساوي شنو؟ 1.3 ضرب 10^5 تقسيم الان او تركيزه 5 ضرب 10^3 ولاحظ اني راح اربعه ضرب تركيز الاتش 2 اللي هو 2^10^3 ناتج راح يطلع وياي 2.5 ضرب 10^2 شنو الوحدة؟ 1/mSec هذه هي شنو وحدة الثابت. لازلنا في نفس المسألة قاعد يقول لي طلع لي rate of the reaction لما يكون تركيز الـ NO كذي وتركيز الـ H2 كذي. على أي أساس؟ على أساس أن الحين احنا نعرف الكي عدل. فأنا أعرف الكي وعندي قانوني اللي أنا توا كتبته أو استنتجته هذا هو يبي هالمرة الريت وأنا ذريت. فراح أقول سهلة R تساوي كم الرقم مال الكي اللي توني طلعته 2.5 ضرب 10^2 كلام صحيح ضرب كم تركيز لأنه اللي معطيني 12 ضرب 10^3 الكل تربيع في تركيز الـ H2 6^10^3 موضوع جدا بسيط الرقم راح يطلع وياي 2.2 ضرب 10^4 مولار بير سكند. في هذا السؤال يقول لي the rate law of the equation وعطاني equation وقال كاهو الريت تمام which of the following will not increase the rate منو اللي ما راح يأثر على سرعة التفاعل. A increasing the concentration of A بلى إذا زودت الA راح تزيد سرعة التفاعل حتى هذا ما يضبط. B increasing the concentration of B فعلا لو زودت أنا تركيز الB هل راح يأثر على سرعة التفاعل؟ لا. ليش ما راح يأثر؟ لأنه مو موجود بالريت لو مو موجود الB أسه صفر مو موجود. إنزين increasing the temperature of the reaction معروف إذا زودت الحرارة تزيد سرعة التفاعل غالبا يعني. إنزين adding a suitable catalyst معروف الكاتاليست شغلته شنو يزيد سرعة التفاعل حتى ما أقدر أختاره هو يبي الأشياء اللي ما تزيد سرعة التفاعل. none of these will increase the لا هذا كلام فاضي لأن إحنا ندري إن في 3 أشياء تزيد سرعة التفاعل. يا رب تكونوا استفدتوا والحمد لله رب العالمين.